علشان تتعلم اي لغه وتقدر تفهمها من النيتيف سبيكرز بتوعها او من الناس المتحدثين الاصليين ليها، فانت لازم تعرفها زي ما هم بيقولوها مش زي ما هي موجوده في الكتاب. انا عارف ان احنا ممكن يكون اغلبنا بيذاكر من الكتب وبيلاقي في الاخر لما يتفرج على فيلم اجنبي ان النتيجه مختلفه تماما، تحس ان هو بيذاكر ماده وبيسمع ماده تانيه، او ان هو بيذاكر لغه وبيسمع لغه تانيه. ده ليه؟ ده علشان هما بيستخدموا شوية اختصارات اغلبنا يمكن ما عندوش فكرة عنها. ممكن ان شاء الله هنزل جروب اوف فيديوز او مجموعة فيديوهات تقول لنا الاختصارات دي هتفرق معانا في ايه؟ هتفرق معانا جدا في سرعة الكلام، وانت بتتكلم هتتكلم اسرع، هتفرق معاك في الاستيعاب لانك هتبقى عارف انت بتسمع ايه، مش هتبقى منتظر تسمع حاجة وانت ما عندكش عنها ادنى خلفية. النهاردة هنتكلم عن مجموعة اختصارات مع كلمة يو. كلمة يو لو جت مع بعض الكلمات بتغير نطقها تماما وبتخلي فيه اختصار. مثال مثلا كلمة did you، كلمة ايه؟ did you. did you بالامريكان اكسنت بتتقال did you. did you. okay. did you study. did you study. did you study. ليه صوت الج؟ لان ال D لما بيجي بعدها يو او ال D لما بيجي بعدها صوت اليو في الامريكان اكسنت بتاخد صوت ج خفيف كده في النص، وعشان كده برضو بنقول could you اللي هي could you. could you. could you. could you help me. يبقى اليو بتتقال ايه؟ could you. could you help me. would you هتتقال would you. would you. would you like some tea. would you like some tea. would you. would you like some tea. how did you. how did you. how did you. how did you do it. how did you do it. فانت لو بتسمع فيلم اجنبي وسمع يقول how did you انت مش عارف ايه did you دي، ومش هتسمعها ومش هتعرف ان هو بيقول هاو ديد يو. يبقى هاو ديد يو تتقال ايه؟ هاو ديد يو دو ات. هاو ديد يو دو ات. وات دو يو. وات دو يو. وات يو. وات يو نو. وات يو نو. وات يو نو. ماذا تعرف عن وات دو يو نو. وات يو نو او وات يا. وات يا بتتقال وات يا او وات يا. وات يا. اوكي اللي بعدها وير ديد. وير ديد يو. Where did you tip up? Where did you? Where did you? Where did you leave it? Where did you leave it? Finally, what did you? اللي هي what did you? What did you? What did you? What did you say? What did you do? وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع اليو. لو الموضوع interesting بالنسبة لك أو ممتع محتاج تعرف باقي الاختصارات هتفرق معاك ازاي؟ اكتب لي في الكومنتس وإن شاء الله أعمل لك فيديو تاني. كان معاكم مصطفى عبد الصبور من دكتور إنجلش. السلام عليكم.